نرجع بقى تاني محليا، وخليني ابدا الحلقه معاكم بخبر كده عن البطوله العربيه للانديه. خلاص بكره القرعه بطوله الانديه العربيه وبطوله العرب، كاس سلمان للانديه العربيه ان شاء الله اللي هتستضيفه المملكه العربيه السعوديه في شهر 7 القادم باذن الله. ولكن زي ما قلت لكم التصفيات 37 نادي هيشاركوا في البطوله العربيه من كل انحاء الوطن العربي، كل دول الوطن العربي، بس هيبقى في ادوار تمهيديه وفي البطوله بقى النهائيه. الادوار التمهيديه هيشارك فيها عدد من الانديه عشان يوصلوا الى اعتقد في الاخر يعني 16 فريق او 32 فريق اعتقد، مش عارف يعني مش عارف بالظبط. دي الفرق المشاركه في البطوله العربيه بكره القرعه ان شاء الله. وفي انديه هتشارك في التصفيات التمهيديه من مصر. هنا من مصر خلاص تم اختيار طلائع الجيش كممثل للدوري المصري اللي هو خد المركز الرابع في بطولة الدوري السنة اللي فاتت. الزمالك طبعا هيشارك بصفته بطل الدوري الموسم اللي فات، فكده عندنا الزمالك وطلائع الجيش، بس الزمالك هيلعب في البطولة النهائية في البطولة المجمعة اللي هتتعمل في شهر 7، لكن القرعة هتتعمل بكرة على الأدوار التمهيدية. طلائع الجيش هيشارك في الأدوار التمهيدية، لكن الزمالك كده كده موجود خلاص في البطولة المجمعة اللي هي النهائيات بتاعة البطولة العربية. طيب مين اللي هيشارك في الأدوار التمهيدية الأولى؟ هيشارك الجيش الملكي المغربي من المغرب طبعا، وهيشارك طلائع الجيش المصري، الصفاقسي التونسي، الاتحاد المنستيري من تونس، شبيبة الصاورة الجزائري، الشباب السعودي، نادي قطر ونادي السد من قطر، الوحدة الإماراتي، نادي السيب ونادي النهضة من سلطنة عمان، نادي شباب الأردن من الأردن طبعا، القوة الجوية العراقي، نادي المحرق والمنامة من البحرين، نادي تشرين السوري، ونادي شباب الخليل الفلسطيني. دول هيشاركوا في الأدوار التمهيدية اللي هي القرعة بتاعتها بكرة إن شاء الله. نادي البرج اللبناني، نادي نواذيبو الموريتاني، ونادي اتحاد طرابلس وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان هيشاركوا في الأدوار التمهيدية، الكويتي الكويتي، نادي فحمان اليمني اللي كان تأهل من الدور التمهيدي الأول. دول الفرق اللي هتشارك في البطولة. الخبر اللي أنا عايز أقوله إن إحنا مصر موجودة في البطولة من خلال فريقين، الزمالك بطل الدوري المصري الموسم اللي فات، وطلائع الجيش رابع الدوري المصري. طيب هتقولوا لي طب ليه ما خدوش بيراميدز؟ يعني بيراميدز كان طلب المشاركة في البطولة العربية. حصل مشكلة بالنسبة لبيراميدز، إن بيراميدز عندها ماتشات، نادي بيراميدز عنده ماتشات في الكونفدرالية في نفس وقت الأدوار التمهيدية بتاعت البطولة العربية. يعني بيراميدز في شهر 4 اللي جاي عندهم ماتشات في الكونفدرالية في نفس موعد تصفيات البطولة العربية، وبالتالي تم استبعاد بيراميدز ان هو الاولى ان هو يلعب في البطوله، ان هو خد المركز الثاني في الدوري السنه اللي فاتت، ولكن بسبب تعارض المواعيد ما بين ماتشات بيراميدز في الكونفدراليه وماتشات التصفيات في البطوله العربيه، فتم اللجوء الى صاحب المركز الرابع اللي هو نادي طلائع الجيش. الاهلي ما شاركش ليه؟ الاهلي اعتذر، كان الاهلي من الانديه اللي الاتحاد العربي لكره القدم رشحها للمشاركه في البطوله، في بعض الانديه كده تم ترشيحها زي النصر السعودي، زي الاهلي المصري. طبعا انديه يعني صاحبه تاريخ كبير وجماهيريه عظيمه، فالاهلي كان من ضمن الانديه المرشحه للمشاركه في البطوله العربيه، ولكن بسبب ان الاهلي اعتذر عشان تلاحم الموسمين ان البطوله المجمعه في البطوله العربيه هتتلعب في شهر 7 واول 8، من 20/7 لغايه 5/8 5 اغسطس، فالفتره دي مفروض فترة الراحة، فالمسؤولين في النادي الأهلي شافوا قال لك لا، ده احنا كده لو لعبنا في البطولة العربية فريق النادي الأهلي مش هيريح بعد نهاية الموسم الحالي، إن الدوري في مصر هيخلص يوم 15/7 في نص 7 يعني نص يوليو، فقال لك يعني هنعمل المشكلة بتاعت كل سنة إن الأهلي مش هيريح وهيبقى في تلاحم في المواسم، وده ممكن يأثر على النادي الأهلي في البطولات القادمة في الموسم القادم، فلازم يبقى في فترة راحة ما بين الموسمين، فبالتالي الأهلي اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية. من بكرة إن شاء الله الاتحاد العربي عامل القرعة في الأندية اللي أنا قلت لكم عليها اللي هي هتشارك في الأدوار التمهيدية بالنسبة للبطولة العربية، اللي هيوصل الفرقة دي هتشارك في الأدوار التمهيدية وهيوصل عدد منهم إلى البطولة المجمعة النهائية بقى إن شاء الله
في شهر 7 في السعوديه باذن الله. يبقى الزمالك وطلائع الجيش مشاركين من مصر، بس طلائع الجيش هيلعب في الادوار التمهيديه والزمالك هيلعب طبعا في النهائيات على طول. اهو انا معايا حتى الشرح بتاع البطوله، زملائي في الاعداد كاتبينهم لي. هيتاهل من الدور الاول اللي هي الادوار التمهيديه اللي انا بتكلم عليها، 6 انديه هتضاف ل 10 انديه اللي هم هيلعبوا في النهائيات، يبقوا 16 نادي. 16 نادي دول هيتقسموا 4 مجموعات، وكل مجموعه فيها 4 فرق. في 10 انديه خلاص موجوده في النهائيات، اللي هي مين بقى؟ الوداد المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والشرطه العراقي والرجاء المغربي اللي هو بطل المسابقه الموسم النسخه اللي فاتت، والاتحاد جده السعودي ونادي النصر السعودي. الانديه دول 10، دول الانديه دي هتبقى موجوده في البطوله المجمعه اللي هي النهائيات، هينضاف اليها 6 انديه من اللي هيلعبوا الادوار التمهيديه، هيبقوا 16 فريق. 16 فريق دول هيتقسموا على 4 مجموعات، كل مجموعه 4 فرق. هنلعب دوري من دور واحد في كل مجموعه، هيصعد من كل مجموعه اول وتاني، هيبقوا 8 فرق. 8 فرق بقى، يبقى دور 8، دور قبل نهائي، مباراه نهائيه. ده هيتعمل في السعوديه الكلام ده، اللي هو بدايه من دور المجموعات هيبقى في السعوديه. فده نظام البطوله العربيه اللي هتقام ان شاء الله، كاس سلمان للانديه العربيه ان شاء الله، تكون بطوله مميزه وفيها طبعا جوائز ماليه كبيره جدا جدا جدا.